شبورة ورا الراجل ده وتلاقي شركة توصلك التاكسي. استنى هنا، انت مين يا ابن انت؟ مش هقول لك رحيم بيه. لحد دلوقتي ما قلتليش انت مين؟ عملت معايا كده ليه؟ رد الجميل واجب يا رحيم بيه. جميل؟ جميل ايه؟ أنا عملت معاك جميل؟ إمتى؟ إمتى لا يمكن هتفتكره، لكن أنا بقى جميلك ده ما فارقنيش بقاله 15 سنة، قتب وطالع لي بين كتافي بعد عنك. بس أنا ما أعرفكش ولا عمري شفتك قبل كده. الدنيا تلاقي أديك شفتني يا سيدي، عشان أريحك ودماغك ما توديش وتجيب. من 15 سنة كنت انت ورجالتك في مصلحة في ليبيا، واحد من رجالتك اتدبح هناك قدام عينيكوا، وكل اللي معاك قالوا لك نرجع نسيبه مرمي في الجبل، هيبقى حمل هيطرونا. انت الوحيد اللي مرضيتش وشلت جتته على كتفك وراسه على كتفك، وصلت بيه لغاية هنا ودفنت وسط حضن امه وابوه. يبقى قتب ولا مش قتب؟ انت زين اخو اشرف العافية. انا زين اخو اشرف العافية. اظن كده بقى الجميل اترد، وعلى الاقل دلوقتي اقدر امشي رافع راسي قدام اخواتي البنات. حتى طب يلا تعالى معانا قبل ما حد يجي. لا 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 انت وسعت منك، انت فهمتني غلط. انت كان ليك عندي جميل، والجميل انا ردتهولك، ولحد كده واستوب. وما تاخذنيش انت زي اخوك الكبير، انا اسف يعني. سكتك غير سكتي. عندك حق، بس مسير الحي كده ده اذا فضل حي، عشان يفضل حي لا يظلم ولا يفتري ولا يقهر مهما كان عافي وقوي. دايما خلي الجملتين دول في دماغك رحيم بيه، لا يظلم ولا يقهر ولا يفتري. كل ما تنسى الجملتين دول افتكر اشرف، الجد على الكتف والدماغ على الكف. يلا الحق، انت صاحبك مالكش دعوه بيا، انا هعرف اسلك نفسي. بس خليك فاكر، لا يسلم ولا يقهر ولا يفتري. ايه في ايه؟ مالكم ملهوفين على ايه؟ يا نهار اسود حلمي، في ايه يا اخويا؟ في ايه؟ كنا راكبين موتوسيكل واتقلب بينا. موتوسيكل ايه ده؟ شكلها خناقه ولا ايه؟ مفيش مفيش، كويس كويس، انا كويس. طب تعالى 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 بس، حاسب بقى. روحي هاتي شاش وقطن ومطهر من جوه. شاش ايه وقطن ايه؟ الجرح كبير عايز يتخيط. وربنا قلت لهم نطلع على المستشفى، هما اللي مش مقتنعين. اسمع الكلام اللي بقولك عليه. يلا اسمع كلامي بس انت المره دي، الجرح كبير عايز دكتور. انت هتسمعي الكلام ولا اسيب البيت واهون من وشك؟ يلا. حاضر حاضر. هو انا بقول حاجه غير حاضر؟ والله ما عملت حاجة.
يا باشا هو مصعب عملت حاجة؟ باشا كل الناس هنا بتقول انها كانت حرب. وطبعا حلمي ورحيم مالهمش يا ياسر. لحد دلوقتي لا. شوية كده رئيس هنمشط المكان وهنجيبهم ان شاء الله. أشك. رحيم كان بيعمل عندك ايه في البيت؟ والله العظيم يا باشا انا ماليش دعوه بالحوار ده، كل اللي حصل ده ماليش دعوه بيه، ده انا شفت الموت النهارده بعينيا والله العظيم كنت هبوه. بتشتغلي يا بت؟ ممثله. بشتغل ممثله. ممثله؟ هتودع باشا عادل يا بت؟ والله العظيم ممثله. ممثله في انهي كباريه؟ هتستعبطي يا بت بروح امك ولا ايه؟ تعرفي رحيم منين؟ والله يا باشا ممثله، وبعدين انا ما عملتش حاجه اصلا، ده هو انا رحيم انا مرات اخوه والله العظيم ما عملت حاجه. خدوها على البوكس. على البوكس. بوكس ايه يا باشا؟ يلا يلا عرفني بيرتع والنبي يا باشا والله العظيم ما عملت حاجه والله. وايه اللي جابك علينا يا خميس؟ انت متاكد ان مفيش حد قطرك؟ يقطر مين يا باشا؟ وهو لا مؤاخذه يعني كان بيجري قدامي زي الفرخه المذبوحه. مين ده اللي كان بيجري زي الفرخه؟ رحيم؟ انت هتحاور عليا؟ اوعى يكون حد شافك او عارف انت مين. اني جت في عين حلمي ابن الجنيه وهو بيملس مني، بس هيروح مني فين؟ اخرب بيتك يا خميس، لكن هيعرف ان انا ورا الحوار ده. الله يخرب بيتك يا باشا. انفض ايدك من الحوار ده يا باشا، اللي بيني وبين رحيم انت مالكش فيه. انفض ايه وماليش فيه ايه؟ انت بقى عليك تلميذ. تلميذ؟ مش خميس الونش اللي اتقال له الكلام ده يا باشا؟ يا ابني افهم، رحيم هيعس وهيعرف ان في ما بيننا مصالح، وهيعرف ان انا ورا كل اللي حصل، مش محتاجه فكاك يا قور. انت قاعد تعمل ايه؟ قوم على طول، على طول قوم، ما تصلش بيا خالص، واوعى تكلم مدام امينه. يلا اتكل على الله. تمام يا سيد بيه، ومن غير سلام. يلا غور. انا مش مصدقه ان الموضوع ده يحصل النهارده بالذات، ده حد قاصد يدمر حياتي واسمي. اهدي بس يا دكتوره داليا وقولي لنا ايه اللي حصل في السنتر بالظبط قبل البوليس ما يجي. مفيش، انا جالي مكالمه من برايفت نمبر، نفس الصوت اللي كلمني قبل كده، وقال لي هربي، يا دوب قفل والبوليس دخل على طول. طيب التليفون اللي كان معاك ساعتها فين دلوقتي؟ التليفون اتحرز يا عماد بيه علشان هيتسلم من النيابه. اظن من حقنا نستلم التليفون بعد النيابه ما تخلص ولا ايه؟ اكيد طبعا يا عماد بيه، بس دي مش بتاعت عادل باشا. عادل باشا عارف طبعا ان الدكتوره ما ينفعش تبات في الحجز. ما تقلقش يا عماد بيه، اكيد عادل باشا عارف كل حاجه، وعارف ان الدكتوره داليا ما تستحملش البهدله. انا ممكن ابيتها في اوضه الارشيف اللي جنبي، بس ده بصفه مؤقته. ما تقلقش عادل بيه، اكيد سيادتك عارف ان ده كله سوء تفاهم وهيخلص قريب. ما تقلقش يا داليا. الشاش والقط. مش كنا خلصنا من الشقاوة بتاعت زمان وكفينا خيرنا شرنا؟ اخلصي عشان تشوف الجرح رحيم. انا تمام. شوف انت جوزك. ما انا الممرضة اللي جبتوها ببلاش. بالراحة. الجرح ده عايز خياطة. طهري انت بس وهيبقى تمام. اخلصي. ربنا يخرجنا منها على خير. هتخرجي. هتخرجي هتخرجي، اطمني، بس انت صفي النية شوية. حنان مش وقته الكلام ده. أمال وقته إمتى؟ لما أروح أجيبك من المسرحة؟ خلاص بقى، الحمد لله إننا اطمنا عليهم يا ماما. ماما؟ ده أنت قد أمي. كانت موجه ينفخك. رجعتك قوي دي. اتكل على الله يا شبور. على النعمه ابدا. اطمن عليك الاول يا عم رحيم. يا ابني انا بقيت كويس، اتكل على الله. ماشي. اللي تشوفه عظمتي. تشكر يا ابني، تشكر يا حبيبي، احنا ناس اسره. بنحط اللي بيقف معانا جوه عينينا. على راسي من غير اي حاجه. تسلم يا بابا. السلام عليكم. على السلامه. على السلامه يا شبور. بالراحة. بعد الشر عليك. إن شاء الله عدوينك. أنا عاوزك تهدى كده يا ابني بقى وتحكي لي إيه اللي حصل. بقى هو ده اللي
اتفقنا عليه يا سيد؟ انت مش قلت لي ان كل غرضك انك تدخل رحيم السجن عشان ده امان له؟ تخليني انا بايدي اوديه الكمين مترتب له وعرض اخويا للموت؟ كمين ايه وافلام ايه؟ فوق ارحاب وشوف انت بتحكي في ايه؟ طب وعزة جلالة الله يا سيد انا ما فايق قد دلوقتي، مش كفايه اللي حصل لابويا وهشام من تحت راسك؟ كمان عايز تاذي رحيم؟ لا ماما انا ما ضربتش حد على ايده. ابوكي واخوكي هما اللي عملوا في نفسهم كده. واللي حصل لرحيم ده ماليش فيه. اعدائه كتير. بقول لك ايه؟ بس ما كلمتني ومرعوبه وبتقولي ان اللي هجموا عليهم كانهم كانوا مستنيين رحيم. بسمه ايه وهبل ايه؟ دي بتحور، دي كدابه وستين كدابه. لا مش كدابه، ولو كانت كدابه ما تقولي ايه اللي حصل بالظبط. انا عايز اوريك على حاجه رحاب. حسك عينك تقولي حاجه لرحيم. انا مش هدخل بقى في عوق نسوان وكلام نسوان ملوش لازم. وما تعصبنيش يا رحاب، لان انا لو اتعصبت انت عارف انا هعمل ايه كويس. خميس الونشي وداش عرفه انك رايح هناك. صحيح، اكيد الحكايه دي مش صدفه. ما كانش حد عارف انك رايح هناك غير هنعمل ايه؟ يا جماعه رحيم مش تلميذ ومصيره هيعرف ان احنا ورا اللي حصل له. ايوه، وهيهيج علينا كلنا وهيقلب الدنيا فوق دماغنا. هو في ايه؟ مالكوا بتولولوا كده زي نسوان في ميدم؟ رحيم ايه ده اللي انتوا خايفين منه؟ ده لا معاه رجاله ولا فلوس. بعدين الرحيم ده انا اللي عامله واقدر في اي وقت اهرسه. تهرسه؟ طب مستني ايه؟ ما تهرسه وتخلصنا. مش قادر انسى دخلته عليها في المركب. خلق الناطق عزرائيل، انا كنت عامل معاه الصح بس قلت ده سهاب بلاش. الا صحيح يا عماد بيه، احنا ليه ما فكرناش ان رحيم ممكن يكون له يد في اللي حصل للدكتوره داليا؟ لا فكرت في الموضوع ده بس رحيم ما يعملش كده، مش طبعه. قولي لي يا امينه، انت ايه وداك عند داليا يوم ما حصل اللي حصل؟ قصدك يوم ما اتقبض عليها؟ عادي، كنت معديه من جنبها بالصدفه. صدفه؟ ده انتوا بقالكوا سنين ما شفتوش بعض. ليه بالذات رحت في اليوم ده يا امينه؟ جرى ايه يا عماد؟ ما تخلي بالك من كلامك. عارفه يا امينه، لو طلع انت اللي ورا اللي حصل لدالي هعمل فيك ايه؟ هسيح جتتك في فران الصلب اللي تحت دي. جرى ايه يا عماد؟ انت اتجننت ولا ايه؟ انت بتهددني؟ ما تصلوا على النبي يا جماعه، ما يصحش كده. عشان تصدقوني ده شغل رحيم. رحيم عايزنا ناكل في بعض وبعد كده يمزمز بقى ويمصمص في واحد واحد بعد كده. هو احنا جايين عشان نمسك في خناق بعض؟ احنا جايين نفكر بهدوء ونقعد مع بعض ونشوف هنعمل ايه. هنعمل ايه؟ اولا لازم نفكر بهدوء ونشوف مين اللي لبس المصيبه دي للدكتوره داليا. ثانيا، اللي خطف هشام خطفه ليه؟ ايوه متر، يعني وبعدين؟ يعني نقعد ونفكر بهداوه، انما شغل التطبيش اللي انتوا بتعملوه ده هيضرنا كلنا، صح ولا ايه؟ صدق الله العظيم. خلوا بالكم من نفسكم يا اولاد. ما تقلقش يا حاج رحاب. انت رايح فين؟ ايه نازل في ايه؟ مفيش خروج. نعم، بتقول ايه؟ انت عايز ترجع سايح في دمك واخد لك رصاصه في كتفك ولا في رجلك؟ احنا نعمل ايه؟ احنا نروح فين؟ حنان اتجننتي ولا ايه؟ ورحمه امي، لو خرجت ما هترجع تلاقيني لا انا ولا بنتك في البيت ده. اخص عليك يا زمن، اخص. سيبنا في حالنا يا حاج.
حالكم مش عاجبني. حنان انت بتحلف عليا؟ يلا يلا رحيم، اصل حنان دي ساعات بتهرب منها. علي النعمة من نعمة ربي، اذا خرجت لا هترجع تلاقيني لا انا ولا بنتك هنا، ولا هتعرف لنا حتة احنا قاعدين فيها. حاسب كده من وش مراتك معاها حق حلو، خش خدها في حضنك واديها شوية، وانا مشواري مش بعيد. يلا يلا. الحمد لله على السلامة. دول ورانا خطوة بخطوة. آه كده بقى يبقى مراقبينك كده. أنا أقلع يا ابني. لا ما تقلقش يا حاج، يا ما دقت على الراس تقول. سلام. سلام يا حبيبي. صورة معايا يا رب. عماد بيه بيسلم عليك. عاوزة حاجة؟ طب انت عايزة مية؟ على فكرة بقى عادل باشا مأمور القسم هو كمان موصى عليكي. على فكرة شكرا انا مش هاكل. ما هو انت لازم تتغذي كويس، محدش عارف انت هتقعدي هنا لحد امتى. الحمد لله على السلامة يا أخويا، الحمد لله على سلامتك. طب والله العظيم ثلاثة أنا ما كنت أعرف حاجة يا رحيم، وحياة ولادي. يا رحيم بصلي، بص في عينيا يا أخويا، صدقني والله العظيم ما كنت أعرف حاجة. مش وقته الكلام ده يا رحاب، لما نلاقي هشام نبقى نتعادل. قولي اللي عندك. بص رحيم ليه؟ أنا عندي كلمتين لازم أنت أعرفهم، عشان الحوار ده شكله بقى عوق قوي. وما قلتيش الكلمتين دول لما كنت عندكم ليه؟ وانا الحيط ده، انت يا دوب دخلت من هنا والدنيا اتقلبت عليك من هنا وعينك ما تشوف الا النور. سكه ودغري، انا اعرف مين ممكن يكون شاف هشام اخر مره. مين؟ انتاي. هدلك عليه. للاسف يا فندم خميس ملوش اي اثر، ولا في الوراق ولا في امبابه. بلغنا اسم الزاويه وجاري بحث عنه. أكيد طبعا مش هرجع الزاوية. محدش يرجع حتته بعد اللي عمله ده. العيال اللي اتمسكوا اتكلموه. بنحقق معاهم. مش كلهم. في الحقيقة احنا معانا واحد بس منهم يعني. والله يا فندم احنا تعبنا جدا عشان نجيبه يعني. والواد ده يعتبر أهمهم على فكرة. اسمه شبانة الشوبيري والدراع اليمين لخميس. كل المصايب اللي عملها خميس كان معاه فيها. السيد رحيم فين دلوقتي؟ مؤخرا تحركاته بقت غريبة. وأثناء مراقبته لقيناه قاعد مع بنتين في كافيه. يا حبيبي. بيحب على روحه بعد اللي حصل له؟ لا يا فندم الموضوع مش كده. اتحرينا عنهم وعرفنا ان واحده منهم تبقى اخته، والبنت الثانيه دي اللي احنا مسكناها ببلاء. دي طلعت مرات اخوه. يبقى اكيد كده لسه بيدور عليها. اكيد طبعا يا فندم. وفي مشكله صغيره بس. قول يا باشا. رحيم هرب من مراقبه ثاني. ما شاء الله. شغلكم عظيم، عظيم، حاجه تشرف. فيها خالد بيه. راجع حساباتك. دور عليه. عينكم ما تتشالش عن حي الجماليه، اكيد هيظهر. امر معاك. يلا بقى نخش نلعب مع الواد اللي اسمه شبانه ده. يمين شمال يمين شمال. يلا يا فندم. طب اشرب سيجاره يا فندم ولا لا؟ سيجاره ايه؟ تدخين؟ مفيش تدخين، اتفضل حضرتك. مالك؟ تعبان او حاجه؟ لا انا تمام يا باشا. ابعت اجيب لك حاجه من بره؟ هجيب لك حقنه هتريحك على الاخر. متشكر يا باشا. انا كويس. طالما كويس وزي البومب ما بتتكلمش ليه؟ وربنا يا باشا انا قلت على كل اللي اعرفه. يعني ايه ينفعها وحش؟ انا اعرف عن خميس اكتر منك. على كده بقى انتوا مش اصحاب، وعلى كده انت مالكش لازمه معانا. مش انتوا كنتوا مع بعض في العمليه بتاعت كيلو 4.5 لما قلبت الواد بخاتي في البضاعه اللي كان لسه مستلمها وما لحقش يوزعها حتى؟ متهيألي برضو كنت مع خميس
في حارق مخزن الخشب بتاع الحاج صلاح النادي اللي في اول مريوطيه من شهر. وعرفت يا عم انكوا خدتوا لوكشه فلوس قد كده اهو من الحاج سيد النجار. هو كان متغاظ قوي من الحاج النادي عشان علم عليه في مناقصه التربيه والتعليم. حصل ولا ما حصلش؟ حصل يا باشا. ما دام حصل يا باشا يبقى تتكلم، لانك لو ما تكلمتش بدل ما هتشيل قضيه واحده هتشيل على كتفك الحلو ده شوال قضايا. يلا حبيبي قول 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 سامعه. يلا اتفضل. يلا هو ده هشام خلاه يشهد على عقد العرف اللي ما بيننا، وقال اجدع واحد من اصحابه، بس انا عمري ما ارتحت له. تمام يا حفلة ليه؟ دقايق والعشاء يكون جاهز يا فندم. تأمري بحاجة حضرتك؟ شكرا. كنت فين؟ كنت في النادي. أصلي قابلت سهام صاحبتي، كان بقالي كتير قوي ما شفتهاش، فكانت فرصة يعني نقعد شوية مع بعضينا. سهام؟ سهام شايفها بتمشي الكلب. آه، ما هي روحت بدري شوية عشان الشغالة بتاعتها أجازة. وانت بقى كنت قاعده لوحدك يا الغندوره؟ اه، انا قلت اتمشى شويه كده مع نفسي، افك على روحي كده شويه يعني يا سيد. اه كنت مع رحيم. انا ما حصلش. انت جبت الكلام ده منين يا سيد؟ سيبها يا سيد، ارجع على اوضتك وما تدخلش بيني وبين مراتي. ف... آه! ما حصلش ما حصلش، بقول لك لا كلمته ولا قابلته. انا حذرتك يا حاج، حذرتك وقلت لك لو قابلت رحيم او كلمتيه انا هعرف. انا اللي هعمل فيك ايه؟ اللي هعمله فيك لا هينفعك رحيم ولا غيره. تعالي ناس بقى يا رمم. تشد الوحدة. انت مين بقى هداف؟ هشام فين انا؟ هشام مين؟ خلص ما عنديش وقت. ما شفتوش وربنا يجي من اسبوع. اخر مرة شفته كان مع مين وبيعمل ايه؟ في زبون هنا اسمه زيزو اتعرف عليا لما عرف ان انا صاحب هشام، وقال لي ان هو عايزه في مصلحة. كمل. اديني 5000 جنيه عشان اخلي هشام يتقل في الضرب واخرجهوله. ولا ايه فين زيزو ده؟ كلمته كذا مرة عشان لو عايز في مصلحة تانية ما ردش، وبعدين تليفونه اتقفل. بس هو بيقعد مع بنت هنا كل يوم اسمها شيء. فين البنت دي؟ ده سألت عليها هدلك عليها. انت عايز تعيش؟ ده انت شفتني ولا انا قابلتك؟ ايه يا مالك بتزبط؟
كهربي. انت؟ عشان تعرفي ان اللي ما بيسمعش كلامي بيتأذي. انت عايز مني ايه تاني؟ افتح الباب دلوقتي حالا. ايه؟ مش عاوز افكرك لما ما سمعتيش كلامي حصل لك ايه. افتح الباب دلوقتي لو عاوزة تخرجي من هنا. انت لو فاكرة يا ماما ان اللي دبسك في القضية دي مش ناوي على شر، تبقي عبيطة. الفرصة مش هتستنى. افتح الباب. انت رايح فين الساعة دي؟ انت بتطلعني ايه؟ هستأذن منك وانا نازل ولا ايه؟ راح في مصيبة في داهية. انت مالك انت؟ اعوذ بالله. اعوذ بالله منك ومن عيشتك السودة. اخرجي وقفلي بسرعة. خليكي ماشية عادي. خليكي واثقة من نفسك، محدش هيبصلك. كملي لحد آخر الممر وانزلي السلم اللي هتلاقيه. اوعي تخرجي لحد بره، انزلي السلم وبس. انزلي للآخر بقى هتلاقي بدروم. ادخلي. انت واخدني على فين؟ هخرجك. يلا بسرعة مفيش وقت. احنا متأخرين.
اوعى تتهور يا كوتش. في بلدنا بيقولوا اللي يتهور